السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم رح نتعلم عن Cloud Deployment Models. قبل ما نبدأ الفيديو لا تنسوا تدعمونا بلايك تعليق واشتركوا بالقناة لحتى تستفيدوا. Application Deployment عبارة عن مجموعة من الخطوات اللي بتم تنفيذها بهدف نشر التطبيق، يعني عملية deployment لتطبيق على سيرفر محدد تعني تجهيز السيرفر ليشتغل عليه التطبيق، وهالشي بيتم عن طريق تنصيب البرمجيات وتهيئة الموارد بحيث يشتغل التطبيق بنجاح على السيرفر. في عنا ثلاث أنواع ل cloud deployment models. نوع الأول cloud، ثاني on premises، ثالث hybrid. رح نشرح كل واحدة منهم بالتفصيل ورح نبدأ بنمط cloud. ضمن هذا النمط بيتم نشر التطبيق بشكل كامل على الكلاود، يعني كل أجزاء التطبيق رح تشتغل بشكل كامل ضمن الكلاود. هون بنميز بين نوعين من التطبيقات، أما تطبيقات بتكون من نمط Cloud Based Applications، يعني هي مصممة أصلا بشكل خاص لتشتغل على الكلاود أو مقدمة كخدمة ضمن الكلاود. النمط الثاني هي التطبيقات يلي كانت تشتغل ضمن بيئة عمل محلية مثل Local Environment أو On Premises وتم نقلهم إلى الكلاود لحتى يستفيدوا من الميزات اللي بتقدمها الكلاود. هلأ بالنسبة لـ Cloud Based Application بيتم بناء هذا النوع من التطبيقات بأحد طريقتين، إما بالاستفادة من خدمات البنية التحتية اللي بتقدمها الكلاود، يعني فعليا عم تستخدم Low Level Infrastructure مثل Network, Storage, Computing Services إلى آخره، أو بالاستفادة من High Level Services، يعني بيتم الاستعانة بخدمات بتقدم نوع من التغليف للخدمات الأساسية بحيث المطور ما بيدخل بالتفاصيل وإنه بيستخدم Manage Services ليبني التطبيق أو السيستم. ننتقل للنوع الثاني من Cloud Deployment Models ألا وهو On Premises، ولها أيضا أسماء مرادفة مثل Corporate Data Center أو Private Cloud. On Premises مقصود فيها الشبكة الداخلية والسيرفرات الخاصة بالشركات. كل شركة بيكون إلها مجموعة من الموارد الخاصة فيها والنظم والتطبيقات المنصبة عليها يلي بتتم إدارتها بشكل كامل وداخلي من قبل الشركة أو المنظمة. حتى أنه عملية تسجيل الدخول واستخدام هي الشبكة الداخلية عادة بتكون متاحة فقط من قبل أشخاص محددين ومخولين باستخدام السيستم. هلأ بالنسبة لعملية الابليكيشن ديبلويمنت من On Premises فهي بتتم باستخدام عدة أدوات أو برامج مثل Virtualization Tools يلي بتسمح ببناء سيرفرات افتراضية بنظم تشغيل محددة بتناسب احتياجات الشركة وما إلى ذلك من الأدوات يلي تستخدم لإدارة الموارد ضمن الشركة، يعني Resource Management Tools. مثل ما شايفين نشر التطبيقات من On Premises بيوفر بيئة العمل وموارد مخصصة حصريا لتخدم الشركة، بس بالمقابل ما رح تتمتع الشركة بكل الميزات يلي رح يستفيدوا منها في حال نشر التطبيق ضمن الكلاود. عادة هذا النمط من Deployment On Premises يعرف باسم Legacy IT Infrastructure، يعني البنية التحتية القديمة الموروثة مستخدمة بمجال IT، لأنه مثل ما بتعرفوا اليوم On Premises صارت مثل موديل قديم وكل الشركات عم تهاجر لنقل البنية التحتية الخاصة فيها إلى الكلاود، وذلك بهدف الاستفادة من ميزات الكلاود مثل Elasticity Global Availability، يعني في حال الشركة كان عندها نية بالتوسع وتطوير الخدمات على نطاق واسع فمن الأفضل إلها أنها تنتقل أو تهاجر إلى الكلاود. النمط الثالث من Cloud Deployment Models هو النمط الهجين Hybrid. هذا النمط فعليا عبارة عن حل وسط عم يحاول يوصل البنية التحتية التطبيقات والموارد الموجودين ضمن الكلاود مع الموارد والتطبيقات الموجودين ضمن On Premises، يعني بعض الحالات بتكون الشركة حابة تتطور وتتوسع وتستفيد من الموارد الموجودة ضمن الكلاود، بس بنفس الوقت بيكون عندهم إرث من التطبيقات والموارد موجودة On Premises ما بيكونوا حابين أو جاهزين إنه يتخلوا عنه بعد. هلا عند استخدام هايبريد موديل بتصير البنية التحتية الخاصة بالشركة بتمتد وبتتوسع لتشمل Cloud Resources، طبعا هذا بالإضافة إلى On Premises Infrastructure الموجودة بالأصل. أحيانا هايبريد Solutions بتكون عبارة عن مرحلة مؤقتة أثناء انتقال الشركة بشكل كامل من On Premises إلى الكلاود، يعني فعليا الشركة بتكون عم تهاجر أو تساوي Migration إلى الكلاود، فبتتم العملية بشكل تدريجي بحيث ما يتأثر أو يتوقف العمل
إلى حين الانتقال بشكل كامل إلى الكلاود. وهيك بنكون وصلنا لنهاية فيديو اليوم، بتمنى تكونوا استفدتوا. إذا في عندكم أي مفاهيم محددة ضمن الكلاود حابين إني أشرحها، لا تترددوا تكتبوها ضمن التعليقات. نلتقي بالفيديو الجاي، والسلام عليكم.